مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد هذه أبرز العناوين مدرب طائي هدف عبد الرزاق حمد الله في شباكنا يشبه هدف ليفربول أمام برشلونة أول تصريح مفاجئ من النجم المغربي حكيم زياش بعد الاستقبال الخرافي في غلطة سراي الشيبو ليفربول يحتاج لأمر رابط ولو كنت مكان كلوب لفعلت شرط الجزائي وتعاقدت معه كأس الدوريات ليونيل ميسي يسجل هدفا ويقود انتر ميامي للتتويج بأول لقب في تاريخي على حساب ناشفيل زكريا أبو خلالة ينقذ تولوز من هزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الدوري لاليغا شبه الكرواتي كريس ميرس ريزيتش مدرب فريق الطائي السعودي هدف الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله في شباك فريقه بهدف سابق ليفربول امام برشلونه الاسباني في دوري ابطال اوروبا واوضح حرب الفريق السعودي خلال ندوة صحفية بعد هزيمه الطائي امام الاتحاد بثنائيه نظيفه امس السبت في دوري رشن ان عبد الرزاق حمد الله وهجوم الاتحاد صنع الفريق شدد المدرب الكرواتي على أن هجوم الاتحاد بقيادة كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله قوي وبرز أن التركيز خان الدفاع الطائي أمام الاتحاد وحقق نادي الاتحاد حامل لقب فوزه الثاني على الثوالي ليفربول برصيد إلى ست نقاط ويتقاسم الصدارة مع الأهلي في الوقت الذي توقف فيه رصيد الطائي عند ثلاث نقاط في المركز العاشر وتصدر الإشارة إلى أن الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله رفع رصيده من الأهداف خلال الموسم الجديد من دوري رشن السعودي إلى هدفين أبدى الدولي المغربي حكيم زياش رغبته في ترك بصمة رفقة نادي غلطة سراي مؤكدا أن النادي يضم مجموعة من اللاعبين الكبار الذين يسعون لقيادته نحو التتويجات وقال حكيم زياج في أول تصريحاته الإعلامية بعد انضمامه لنادي غلطة سراي لا أطيق الانتظار حتى ألعب مع غلطة سراي النادي يضم في تاريخه مجموعة من اللاعبين العظماء وأرغب أنا أيضا في ترك بصمته ويختتم حد كيم زياج حديثه بالقول لقد بدأ للتو الموسم رائع وطويل وسنستمتع به سنبذل مجهودا كبيرا لنكون متواجدين وأنا مؤمن بذلك وأظهر الدوي المغربي في مقاطع فيديو بثه التلفزيون التركي وهو بصدد توقيع لفريقه الجديد وفي وقت أشارت المصادر الإعلامية إلى أن نادي سراي ضمه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بشكل مجاني اعتبر الدولي المغربي السابق يوسف شيبو أن ليفربول بات بحاجة ماسة إلى التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط في فيورنتينا الإيطالي معتبرا إياه الحل الوحيد لمشاكل الفريق بوسط الميدان وقال الشيبو في تحليل لمواجهة ليفربول وبورنونز على قناة بي إن سبورت ليفربول يحتاج إلى أمرابط لو كنت مكان كلوب لذهبت بعد غد الاثنين إلى فيورنتينا لتفعيل الشرط الجزائي والتعاقد مع اللاعب أمرابط وتابع قائلا سفيان امرابط هو الحل الوحيد المتاح لنادي ليفربول بالنظر الى الاختيارات الموجوده حاليا في سوق الانتقالات الصيفيه ويذكر ان التقارير الاعلاميه الهولنديه قد اكدت قبل ايام اقتراب توصل ليفربول الى اتفاق يقضي بانتقال متوسط الميدان المنتخب المغربي الى الريدز قبيل انتهاء الميركاتو الحالي سجل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا وقاد فريقه انتر ميامي الى احراز كاس الرابطه الامريكيه والمكسيكيه في كره القدم بفوز السبت على ناشفيل بعشرة ل 9 بركلات ترجيح بعد التعادل مع واحد لمثله ووضع ميسي بطل العالم في مونديال قطر الاخير انتر ميامي في المقدمه في الدقيقه الرابعة والعشرون بهدف رائع من تسديده من خارج منطقه في منقص الايام بين ان فافانا بيكو عاد نافيش في الشوط الثاني في الدقيقه السابعه والخمسون. وبعد اهدار الكورلادو كان كامباني فرصه الفوز لانتر ميامي في الوقت البدل عن الضائع منفردا تفوق الاخير بركلة ترجيح محرز اللقب بفضل صد من الحارس رادريك كانيندر وقال ميسي بعد التتويج العزيمة مجرد الإيمان وما نحن قادرون على تحقيقه أنا محظوظ بأن أكون جزءا من هذا الفريق وقال اللاعب وسط الجديد الإسباني سيرجيو بوسكيس الذي زمل ميسي لسنوات في برشلونة حيث حقق تقريبا جميع الألقاب كان الأمر مثيرا جدا التعادل كان منصفا وركلات ترجيح تسبب للمحظوظ وفي هذه الحالة كنا نحن المحظوظين أنقذ الدولي المغربي زكريا أبو خلال فريقه تولوز من الهزيمة أمام باريس سان جيرمان حيث إنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثلها ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم لا ليغا ولم يتمكن الفريق من تسجيل أي هدف في الشوط الأول لينتهي التعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل كريان بابي هدف التقدم لسان جيرمان في الدقيقة والستون من ركلة الجزاء لكن تولوز أدرك التعادل في الدقيقة السابعة والثمانون من ركلة جزاء نفذها الدولي المغربي زكريا أبو خلال بن وحصد سان جيرمان نقطته الثانية في الدوري هذا الموسم حيث تعادل في المباراة الجولة الأولى أمام لوريان سلبيا وفي المقابل حصد تولوز نقطته الرابعة حيث كان قد فاز في المباراة الجولة الأولى عانانت بواحد لاثنين والجدير بالذكر أن الدوّي المغربي أشرف حكيمي خاض أطول مباراة تولوز وبيسان جرمان كاملة شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية